بول هنري هولباخ. ينتسب هولباخ الفرنسي الجنسية إلى أصل ألماني، وقد ولد عام 1723 وحضر إلى باريس صغيراً والتحق بالمدرسة. استطاع هولباخ أن يحظى بمكانة اجتماعية وثقافية مرموقة بالاعتماد على الثروة المالية الكبيرة التي امتلكها من أسرته ولقب البارون الذي كان يتمتع به. اعتنى هولباخ بقراءة العلوم الطبيعية، فكانت نواة المعلومات عن الكيمياء في كتاب الموسوعة المشترك الذي صنفه مع آخرين، وترجم عن الألمانية في هذا المجال عدداً من المؤلفات في الكيمياء والمعادن، وهو الذي عرف المفكرين الفرنسيين بالفلاسفة الإنجليز هوبس وكولتس وتولاند وغوردون. كانت لقاءات هولباخ أساس ما عرف باسم النادي الهولباخي، ووصف بأنه موئل لحرية الرأي الكاملة ولصراع الأفكار السياسية والدينية الجريئة، وغدا يمثل طليعة الفلسفة. وقد أصدر أكثر كتبه دون اسم مؤلف، مع وجود أصدقاء يشاركون في طرح ما تتضمنه من أفكار انقلابية وجريئة ضد السلطات الدينية، فجر ذلك إلى صدور إدانات من محكمة باريس تقضي بوضعها في عداد الكتب المحرمة بأمر من روما. ويذكر منها المسيحية المهتوكة الستر، أو فحص مبادئ الديانة المسيحية وأعمالها، وقد نشر هذا الكتاب عام 67 باسم مستعار هو بولانجي، وكذا كتاب العدوى المقدسة المنشور في العام نفسه. لقد رأى هولباخ أن الإنسان الذي يصبح بلا أهواء ولا رغبات أو ينفصل عن نفسه انفصالا تاما لا يمكن أن يقيم أي صلات ارتباط مع آخرين، وأعلن من خلال جماعته الموسوعية أن التغيير اللغوي والفكري والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتخلص من الفكر الديني وقيوده المفروضة باسم قوى غيبية تبدو مفتقرة إلى الذكاء والتمسك بأبسط قواعد المنطق. وبدأ لعدد من أصحاب المواقف المواربة أن هولباخ أخطأ حينما صارع القوانين الإلهية دون أن يصارع القوانين الإنسانية. لقد عمل لهدم المسيحية ولم يطرح بديلاً عملياً للناس. مات هولباخ عام 89 وقال المفكر الاجتماعي الروسي جورج بليخانوف عنه: هولباخ منظر البرجوازية حتى النخاع، لكن البرجوازية التي مثلها وحامى عنها كانت بالنسبة له الفئة الأكثر استقامة والأكثر اجتهادا والأكثر ثقافة.